أنصح أي شخص لديه سلاح أو ذخيرة غير مرخصة أن يستفيد من الثلاثة الأيام المتبقية من مهلة تمديد وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع من لديه سلاح أو ذخيرة غير مرخصة بأن يسارع للتقدم للجهة المختصة بطلب تصريح ما لديه، وكل شخص يتقدم حتى تاريخ 17/10/1443 لا يساءل جنائيا لا من حيث السجن أو الغرامة أو المصادرة، ولا يساءل عن مصدر السلاح أو الذخيرة. ولذلك على الجميع سرعة الاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة.